ينضم الي من كييف سعيد سلام الباحث بالعلاقات الدوليه. استاذ سعيد اهلا وسهلا بك عبر شاشه قناه المملكه. باعتقادك ما يحدث في كورسك حاليا من هذا الهجوم الاوكراني المفاجئ تطور بالنسبه لاوكرانيا على المسار تكتيكي ام سوف يكون مسار استراتيجي بالنسبه لاوكرانيا كما تحدث زيلينسكي سوف ننقل الحرب الى داخل روسيا؟ من الصعب ومن المبكر حتى الان الحول ما هي الاهداف الحقيقيه والمواقيه لهذا التوغل الاوكراني في يقين الروس. لكن طبعا هناك بعض الاهداف السياسيه تسعى من خلال الروس واوكرانيا لتقويه موقفنا التقليدي حتى انقاذ العالم الاسلامي النظام الروسي. استاذ سعيد اعذرني ولكن صوتك ليس جيدا، اذا كان بامكانك ان تغير الموقع الذي انت فيه لكي نستطيع ان نسمعك بشكل جيد ونفهم ماذا تقول بالتحديد. الان افضل؟ الان افضل بكثير، نعم تفضل. اذا تسعى اوكرانيا من خلال هذا التوغل في اقليم كورسك الروسي لتحقيق بعض الاهداف السياسيه واهمها وهو اظهار القدره العسكريه على الدفاع عن ارضها بالاضافه الى نقل المعركه الى روسيا الى داخل الاراضي الروسيه وهو ما سوف تستغله مستقبلا من اجل يعني تحقيق او التفاوض من موقع التكافؤ او الافضليه مع النظام الروسي مستقبلا. اما من الناحيه العسكريه فهناك ايضا بعض الاهداف التي المهمه وهي طبعا قطع خط الامداد العسكري عبر السكك الحديديه الذي يمر في تلك المنطقه وقد سيطروا عمليا على هذا الخط وهو يمنع ويعيق الامدادات اللوجستيه التي تاتي من الشمال من منطقه موسكو وغيرها نحو المنطقه الجنوبيه في روسيا اي الى منطقه خاركوف العمليات في خاركوف وفي الدونباس. ايضا يعني في محاوله مهمه جدا ايضا وقد سيطروا على محطه توزيع الغاز الذي يمر من عبر اوكرانيا نحو المجر وسلوفاكيا وبالإضافة إلى النمسا. فبذلك هم أيضا يظهرون للآخرين أنهم يمكن أن يعني أن يسيطروا أيضا على هذا المجال. والأهم في هذا الموضوع هو محاولة كما يقول بعض المحللين الروس محاولة الأوكران الوصول والسيطرة على محطة النووية في كورسك وبالتالي وهي تغذي عمليا تقريبا نصف القسم الأوروبي من الاتحاد الروسي بالكهرباء وبذلك عمليا يمكنهم قطع الكهرباء عن هذه المنطقة في حال السيطرة عليها وبالمستقبل أيضا المساومة على هذه المحطة مقابل محطة زاباروجيا النووية التي تسيطر أو تحتلها وتسيطر عليها. كان سؤالي إن هل هذا هو هدف استراتيجي الآن ضمن هذا التوغل للسيطرة على هذه المحطة النووية كما تحدثت للمقايضة والتفاوض على زاباروجيا أيضا في هذا التحديد، ولكن الموضوع عندما يتعلق بالمحطات النووية إلى أي مدى وصل إلى مرحلة خطيرة في العمليات العسكرية واستهداف هذه المحطات، خاصة أن هنالك من دائما يتحدث عن خطورة الحروب في هذه المناطق وأن تكون مثالا أو بموضع للتفاوض ما بين الدول، خاصة أنها لها تداعيات كبيرة ليس فقط على روسيا وأوكرانيا بل على كل العالم. طبعا يعني شهدنا عمليا في بداية العدوان الروسي والغزو الروسي للأراضي الأوكرانية سيطرت القوات الروسية على محطة تشيرنوبل المغلقة ولكن يعني فيها نسبة عالية من الإشعاعات ومن ثم انسحاب القوات الروسية منها ولكن حتى الآن ما زالت حتى الآن القوات الروسية تسيطر على محطة زاباروجيا وقامت بقطع الكهرباء عن أوكرانيا بشكل كامل في محاولة أيضا لتحويل الكهرباء نحو المناطق الأراضي المحتلة والقليم القرم ولم تنجح حتى الآن والعمليات عسكرة محطات النووية هي عمليات خطيرة جدا وذلك بسبب
احتمالية حدوث أي انفجارات، وشاهدنا يعني الكثير من الانفجارات في المواقع العسكرية الروسية، مما يمكن أن يؤدي إلى تسرب كبير في الإشعاع النووي، ويعني مما سيؤدي إلى كارثة بيئية ليس فقط في أوكرانيا وروسيا، وإنما أيضا في المناطق الشرق الأوسط والعالم العربي، خصوصا في حال كان اتجاه الرياح من الشمال طيب. نحو الجنوب. لذلك أعتقد أن هذا يعني هذا جزء من العمل الاستراتيجي والضغط على النظام الروسي في محاولة الوصول إلى المحطة ومحاولة السيطرة عليها بدون معارك. وقد أصبحت عمليا حسب بعض المعلومات الواردة من روسيا منذ قليل أن القوات الأوكرانية أصبحت على بعد نحو 10 كيلومتر تقريبا عن المركز الإقليمي لإقليم كورسك وهي مدينة كورسك، ويعني هذا يعني أنهم قد تجاوزوا المحطة النووية ولكن من طريق آخر. طيب لذلك صحيح. أعتقد أن نعم ولكن أعلق على هذا الموضوع. المستقبل الآن، الجيش الأوكراني باعتقادك في ظل هذه المرحلة التي تتجه بها الدعم الرئيسي لأوكرانيا بكل تأكيد في هذه الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية، الدعم المادي، الدعم العسكري المباشر أيضا السياسي بكل تأكيد، يمتلك الجيش الأوكراني قدرة على الاستمرار بهذا الهجوم في داخل الأراضي الروسية، أم نتحدث عن توغل مفاجئ فقط؟ وأنا بداية سؤالي كان تكتيكيا، أم باعتقادك قرار استراتيجي قد يحمل مناطق أبعد لاحقا وأكثر عمقا نسبة إلى الجانب الروسي؟ طبعا أحد الأهداف الرئيسية لهذا أيضا ولم أذكره سابقا هو إجبار الجيش الروسي على سحب العديد من القوات المقاتلة في جبهة الشرق في الدونباس وأيضا في منطقة خاركوف من أجل وسحبها إلى منطقة إلى إقليم كورسك للدفاع عن هذه المنطقة. وقد بدأت عمليا القوات الروسية بنقل هذه القوات، مما سيخفف من الضغط على القوات الأوكرانية في تلك الجبهات. لكن أعتقد وحسب المعلومات أيضا الواردة من المنطقة من إقليم كورسك أن القوات الأوكرانية بدأت بحفر الخنادق وأيضا الدفاعات وإقامة الدفاعات، وهذا يعني أنه هناك بعض المخططات للاستمرار أكبر قدر ممكن من الوقت في المنطقة. وأيضا الروس يعتقدون أنهم بحاجة تقريبا إلى عام من المعارك من أجل تحرير ما تم احتلال السيطرة عليه من قبل القوات الأوكرانية حتى اليوم. ولذلك أعتقد أن يعني هذا يأتي في إطار أيضا الحرب الغير متماثلة والغير متناظرة، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار المعلومات الواردة من قبل والتي تم الإعلان عنها من قبل السلطات القوات الأوكرانية أنهم دخلوا أيضا اليوم إلى إقليم بلغراد وسيطروا على إحدى القرى طيب. الحدودية، وهذا يعني أنهم يفتحون أيضا جبهة في إقليم مجاور، وقد نشهد في المستقبل توغلا أعمق في هذا الإقليم. توغلا أعمق، هذا بحاجة إلى مساعدات أمريكية مستدامة ومتواصلة للجانب الأوكراني. بالتالي من سوف يأتي رئيسا مقبلا للولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات نوفمبر المقبلة؟ متفائلة بها أوكرانيا باستدامة هذا الدعم أم ماذا باعتقادك أستاذ سعيد وبشكل سريع لو سمحت؟ أعتقد أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سوف يستمر بغض النظر عن الرئيس المقبل، إن كان ترامب أو كامالا هاريس فإن الدعم الأمريكي سوف يستمر، لأن دعم أوكرانيا هو مصلحة استراتيجية بالولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، لذلك لن يخف هذا الدعم بل أعتقد أنه سوف يتصاعد مع تحقيق السلطات الأوكرانية القوات الأوكرانية نجاحات على الجبهة واستطاعتها إظهار للعالم العالم أجمع أنهم يستطيعون إلحاق الخسائر والضربات القوية بالجيش الروسي. تشكرك جزيل الشكر أستاذ سعيد سلام الباحث في العلاقات الدولية من كييف، شكرا على كل هذه التفاصيل.